أحب أشكركم على هذه الدعوة. أنا سأتحدث لغة عربية لا فصحى ولا عامية، سميها اللغة مبسطة. أنا اسمي مصطفى جرار من فلسطين، من جامعة بيرزيت. قبل ما أبدأ حابب أسأل سؤال، هل في حدا بيعرف إيش ماشين ليرنينج؟ قليل. هل في حدا بيعرف إيش ناتشرال لانجويج بروسيسينج؟ هم طيب، في هذا العرض مصمم ليس لمختصين، هذا العرض مصمم لغير المختصين، وهو حول اللغة العربية والذكاء الاصطناعي والحوسبة. وماذا يعني الحوسبة السحابية اللي بنسميها؟ ايش بيلزمنا من اسرين ومن السيد يوسف حضرنا؟ هذه بتكون نتائج او توصيات العرض. بنعرف انه الذكاء الاصطناعي هو الثورة الصناعية الرابعة، واللي الدولة اللي ما بتشارك فيها حتطلع من الوجود. وهذه فرصة لدول اللي هي ديفلوبينج زينا زي دولنا انها تشارك فيها، ضرورة. وبنفس الوقت احنا نستثمر في اللغة العربية. لا لا، لما بقول اللغة العربية لا اقصد لا الشعر ولا النثر ولا يعني ليس للتسلي، اقصد اللغة العربية كصناعة، صناعة اللغة العربية، هذا ما سأتحدث عنه اليوم. من منكم لا يستخدم المنبه أو يشغل موسيقى أو يسأل جهازه عن الطقس أو 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 أو؟ يعني إحنا نتحدث مع أجهزتنا في لغة في الدارجة وفي اللهجة العامية وفي التونسي في الفلسطيني، ولازم الحاسوب أو الجهاز الموبايل يفهم على إيش بنحكي. فإحنا بنحكي على سوق عملاقة جدا، عدد مستخدمينها 400 مليون مستخدم. إحنا حاليا نستورد هذه الصناعة من جوجل ومن فيسبوك، هم يصنعون إياها، ولكن إحنا أشطر منهم في صناعة هذا أو في هذا الجانب من السوق. نحكي ليس فقط على 400 مليون عربي، نحكي على 1.6 مليار شخص بيتحدى اللي هم المسلمين، اللي كمان عندهم تطبيقات تتعلق باللغة العربية، بالإضافة إلى مستخدمين آخرين اللي مهتمين باللغة العربية. فمنحكي على سوق كبير. وعلى فكرة إذا ما تقدمنا في هذا السوق احنا بنخسر اشياء كثيرة، التعليم تبعنا بيكون اضعف، لانه اذا الحاسوب ما بيدعم اللغة العربية جيدا، حتى ذوي الاحتياجات الخاصة بحاجة الى شيء يدعمهم، فاحنا بنخسر كثير من هذا السوق. مساهمتنا في جامعة بيرزيت، اتحدث الان عن ابحاثنا، ان قمنا بحوسبة العديد من المصادر اللغة العربية. هذه صورتي في المكتبة والمعاجم اللي قمنا بحوسبتهم. يعني هذه صورة جامعة بيرزيت في فلسطين، هي موجودة في رام الله. هعرض لكم عرض سريع جدا عن هذا شغال؟ لا مش عندي. مش مشكلة. أول شيء عملنا حوسبنا 150 معجم، عملنا محرك بحث لمعاجم اللغة العربية، 150 معجم قمنا بطباعتها، سأتحدث عنها جميعا. قمنا ببناء شيء بنسميه الأرابيك أونتولوجي أو الأونتولوجي العربية أو الأرابيك ويرد نت. إذا تسمعوا في حدا بيعرف إيش الويرد نت هون؟ أيوة. فإحنا عملنا الأرابيك ويرد نت، قمنا بحوسبة مدونات نصية، يعني مجموعة نصوص، وتوسيمها توسيم صرفي، وبناء شيء بنسميه نعمة انتيتي ريكوجنيشن وهيت سبيتش وانتنت بتحدث عنهم. وهذا كله متاح، وفزنا بالمناسبة في عدة جوائز
جائزة محمد بن راشد للغة العربية وجائزة عبد الحميد شومان وشيء من جوجل، وغطتنا بعض الفضائيات العربية في هذا المجال. ما قمنا به من حوسبة معاجم باختصار 10 سنوات، وإحنا بنطبع بمعاجم ندخل فيها على الحاسوب، بنرقمنها، بنحوسبها، بندخلها على داتابيس، نعملها تنظيف كليننج ونورماليزيشن، وتتصير كلها قاعدة بيانات واحدة، 150 معجم عربي. هذه بعض الإحصائيات اللي عن يعني الموجودة، وهذه متاحة لسيرش إنجن إذا بدي أرجع شوية هنا، يعني نكتب في هذا الرابط ontology.beerz.audio وتصوروا كل الروابط عندي في العرض، هي فيها QR كود، تحطوا الكلمة وتبحثوا عنها في اللغة العربية والإنجليزية في 150 معجم. طيب، عملنا الأنطولوجيا العربية. أنا ما بدي أحكي كثير عن الأنطولوجيا العربية هون، هذا عمل فلسفي وليس لغوي بالمناسبة، عمل مختص بعلم المنطق. ولكن لو سألنا درسنا في هل درستوا في المدرسة تتكون الكائنات الحية من فقاريات ولا فقاريات والفقاريات إلى كذا وكذا، إحنا إيش عملنا؟ عملنا كل المفاهيم في الدنيا، تنقسم الأشياء في الدنيا إلى موجودات أو سيرورات occurrences أو منوطات dependent entities أو مجردات أو تعبيرات، والموجودات إلى موجودات مادية وموجودات اعتبارية، وهذه الشجرة ضخمة جدا تمثل معاني جميع الكلمات العربية. هذا ما قمنا فيه، هذا عمل فلسفي بديش أتحدث عنه كثير، بس اللي بده الحاسوب يفهم معنى الكلام، معنى السيمانتكس الدلالي، يلزموا الأنطولوجيا العربية. طيب، قمنا بحوسبة اللهجات. هلا بقول لكم ايش بتعني اللهجات، بس نشرنا اللهجة الفلسطينية واللبنانية، وفي كذلك لهجات اخرى يعني ما تم نشر الارتكلز عنها ولكن موجودة تم حوسبت. ايش يعني نحوسب؟ هذا مثال في اللبناني، انا مش عارف اقرأه. كل كلمة، خليني اشوف كلمة، كل هنا كلمة مثلا هيك كلمة هيك، نأخذ كلمة هيك ونوجد السوابق واللواحق لكل كلمة، وما نوع السابقة ونوع اللاحقة، ونسميها اللامة بتاعت الكلمة المدخل المعجمية والمعنى بالإنجليزي، ونسميها المؤنث ولا مذكر، مفرد ولا مثنى، وكل كلمة بالمدونة. بهذه الطريقة الحاسوب بيقدر يعمل تصريف. طيب، خليني أنتقل، أنا قربت أنهي بس ضايل شغلتين مهمات جدا. في شيء بنسميه named entity recognition. إيش يعني named entity recognition؟ اللي هي النير معروف في هذه التاسك. يعني مثلا هذا طبعا باللغة الإنجليزية، مثال: سامي works at Jimmy Carter Center. سامي هو اسم شخص، أسماء العلم، وجيمي كارتر سنتر هو مؤسسة. هل ممكن ندخل على الحاسوب نص والحاسوب يقدر يستخرج الأسماء، أسماء كل الأشياء؟ هذا مثال ثاني. سامي وورس أت جيمي كارتر سنتر، أنا مش بس بدي، يعني ليس فقط أريد أن أستخرج أنه هذه جيمي كارتر سنتر أنها أورجانيزيشن، بدي كمان أستخرج منها بسميها نستد إنه كمان جيمي كارتر إز أبيرسون. هل ممكن؟ ممكن. طلعنا بنسبة تقريبا 90% الدقة، وعملنا مدونة ضخمة جدا عددها حوالي 500,000 كلمة. طبعا كل هذا بالإيد تم بناؤه، ونغطي أشخاص، occupations يعني مؤسسات، GBE geopolitical entities, locations, facilities, events, dates,
إلى آخره، 21 نوع. هذا مثال، نأخذ هذا المثال. قول طلعوا كيف جامعة بير زيت وبالتعاون مع مؤسسة إدوارد سعيد تنظم مهرجان للفن الشعبي، سيبدأ المهرجان الساعة 4 عصرا بتاريخ كذا كذا. جامعة بير زيت هاي بنسميها organization، وبير زيت هي بير زيت اسم قرية فلسطينية في جانب رام الله، يعني بعيد 5 دقائق عن رام الله. هي كمان جي بي اي اللي بنسميها geopolitical entity، مؤسسة إدوارد سعيد organization، إدوارد سعيد بيرسون، مهرجان الفن الشعبي event، الساعة 4 عصرا تايم، لاحظ مش ديت، هذا تايم، بتاريخ كذا كذا، ديت بنك فلسطين organization، فلسطين geopolitical entity. طلع هذا $5,000 money، دولار كرنسي، وهلما جرى عملناه بدقة 90%. هذا the state of the art يعني. طيب نيجي للموضوع الأقرب إلى قلبي أنا، وهذا بيكون ختام. كم معنى لكلمة عين باللغة العربية؟ تزيد عن 20. طيب عندنا جملة تقول قصيدة من عيون الشعر، ما معنى كلمة عيون؟ هذا بنسميه المحلل الدلالي، هذا أول عمل بنعمل للغة العربية، محلل دلالي. كلمة عيون أنا بدي أعرف أي معنى من الـ20. هل يستطيع الحاسوب عمل ذلك؟ أنا اللي هو طبعا أجود كل شيء وأحسنه ونفيسه، هذا المعنى المقصود في هذه الجملة. طيب قمنا فعلا بتدريب أو عشان أقولكم، قمنا بعمل ما يلزم في موضوع الديب ليرنينج، التعلم العميق، وحصلنا على دقة 84%، وهذه أعلى دقة حتى أعلى من الإنجليزي. اللي معني بشرح له إياها بعدين في على الغداء، بس عملنا إشي نسميه بير المعنى ومثال عليه، وحطينا للحاسوب 167,000 بير بهذه الطريقة، وحطنا لهم ترو فولس، قلنا له لبيرت، للي في حدا بيعرف بيرت ايش بيقرب لك؟ ايوه هذا بيرت، هذا صديقنا اللي احنا ننام ونحلم فيه، مزبوط. بير هذا بيرت عباره عن نسميه اركيتكتشر في الديب ليرنينج، فريم وير في الديب ليرنينج، ما يزبط إلا الشغل عليه. وهنا بدي بعدين نحكي عن اللي هو shared scientific computing resource. فدربنا بيرت بهذه الطريقة وحصلنا على دقة 84%. طيب وهذا متاح على فكرة، تقدروا تجربوه بهذا الرابط كمان، هيو يرجع مش عارف المثال عندي مش واضح أنا، يقدر يرجع لك المعنى المقصود في كل كلمة. كل شيء بنشتغل عليه متاح في لايبراري هاي، في هذه اللايبراري بتلقوا كل الأشياء اللي بنسويها، الداتا والتولز كلها اللي بنطورها كلها موجودة هون. طيب نيجي نقولكم هذا العمل، أنا يعني دقيقة بختم، هذا العمل ما بيشتغل بالسي بي يو، هذا حكي ولو تعطيني سي بي يو ملات القاعة هذه ما نقدر نساوي ولا شيء فيه. احنا بدنا advanced fast GPUs، بدون هيك احنا ما نقدر نشتغل. جي بي يو لانه في عنا موديل هذا بيرت، احنا ندرب بيرت ونعمل له فاين تيونينج في معمارية أو في أركيتكتشر very advanced، بيقعد أيام يعني very fast GPU
مرات بنقعد ايام وساعات بنعمل رن للاكسبيرمنت، طبعا بدنا نعيدها 40-50 مره عشان تشتغل. فتخيلوا انه انا كل اكسبيرمنت تاخذ معي 6-7 ساعات، وبرد علك الجهاز او غلطت في شغله بدي ارد اعيد. غير هيك هذا طبيعه الابحاث اللي بيقوموا فيها اللي بيشتغلوا في الناتشرال لانجوج بروسيسنج حاليا. طيب فاحنا بدنا ماني اورز وديز عشان نعمل رن لاكسبيرمنت. طبعا نقول رن لاكسبيرمنت ممكن ما تشتغلش، لازم نعيد الاكسبيرمنت كثير عشان تمشي. حاليا الريسيرشرز، انا هون بدي انقل يعني العناء اللي بيعانوه اللي بيشتغلوا في هذا المجال في كل الدول العربية، بيدفعوا لجوجل $50 على شيء بسموه جوجل، ياخذوا الكولاب بالشهر، مزبوط؟ وإلا ما بيشتغلش. طبعا $50 كثار على طالب، وكل طالب بده $50، يعني ما بنقدر نعمل شير لاثنين، كل طالب بده وما بيخلص بشهر. فتخيلوا كل شغلة صغيرة احنا كديش بدنا ندفع. هذا الشيء مكلف جدا. طبعا لما بنحكي على CPU قلنا هذا out، ما بنحكي فيه مهما كان كبير، ما بنحكي فيه، بنحكي على GPU. I think at least have to be 32-64 giga GPU at least عشان نشتغل. وهذا بقعد ايام، يعني it's not good enough الجي بي يو، لانه احنا بدنا التي بي يو. تي بي يو اللي هذا يعني نقدر نقول very fast، الا لشغل الابحاث في الذكاء الاصطناعي. هذا مثال على شفت يعني حد عامل ارتكل وعامل اكسبيرمنتيشن والفرق سي بي يو جي بي يو على تاسكات معينه يعني. طيب اخر سلايد. ان ماي اوبينيون اسرين او الاخوه اللي بيشتغلوا في الكمبيوتر كومبيوتينج سنترز في تونس وفي المغرب وفي كل الدول، بليز اشتروا تي بي يو. مش شرط تعطوا اكسس لكل الجامعات ولا الكل، نعطي اكسس في كل دول الى 4-5 او 2 ريسيرش جروبس بكفي كمان. هو غالي، يعني احنا جامعتنا في جامعة بيرزيت حكوا لنا انه مش كوست افكتيف ان نشتري الماشين. عندنا جي بي يو احنا في الجامعة صغير، ما نقدرش يعني، حاولنا نستخدمه لانه صغير ما قدرنا، 16 جيجا ما قدرنا نستخدمه، مش مفيد، فكان جوجل احسن. فقالوا اذا بتصيروا كثار نشتري، اذا ريسيرشرز كثير نشتري، بصير مور كوست افكتيف. بس اذا 2-3 بدهم يعملوا ريسيرش ما بكفي. ولكن انا بعرف في كل الدول العربيه ناس بيعملوا هذا النوع من الابحاث، وبلزم يعني مثلا في تونس تعملوا تي بي يو، تشتروا هاي السيرفيس نعطيها لل 4-15 مختبرات اللي يشتغلوا، وممكن نتعاون مع بعض ايسرين تعمل لنا تي بي يو. وبنفس الوقت اقترح ان نفاوض جوجل وامازون من اجل الحصول على يعني سعر افضل كدول عربية جميعا. وشكرا جزيلا. كان تحدي قبل الغداء نعمل برزنتيشن، طلعت الغداء من راسكم، هذا شيء. شكرا لكافة المدخلين. فما شكون يقول لي فما الغداء يستنى؟ دونك نخليو 5 دقائق للأسئلة والإجابة سريعة لكافة المدخلين. شكرا. وي
Yes. And like we have a big company here in Tunis. Like it's not that big. It's a startup named iCompass. And they're working on NLP and they provide, can detect actually 17 different African dialects. And including the Tunisian dialect, and they are offering the solution for free to all those who need it, including research centers, institutions, in order to facilitate this kind of communication between other laboratory and institutions. So maybe we can put you in contact with those with the founders of the startup, and it's really like a good solution, and you can either like. Kind of compare between each other how they are dealing with the with what, the. What is the name of the company? iCompass. iCompass. It's Hatem. It's Hatem. So there is Sausen. I think one of the founder. Yeah. It's my friend. Ah, okay. So you are basically okay. Providing some, the okay. Same solution. Thank you. But for I know that they've been working on that, and they did like fund a big amount of fundraising, mm-hmm. And they're working on 17 different African dialects. Yeah. اسمحي لي أجاوب باللغة العربية. Yes. عشان ال إيش detection للغة إنك تعرف نوع اللغة يعني تشوف جملة. تعملها إيش هذه لهجة مغربية ولا تونسية ولا فلسطينية وممكن حتى في أبحاث نعرف من أنه مدينة أنت هذا detection اللي إحنا مشتغله هو مش detection هو إشي بنسميه morphology تصليف يعني أنا بعطيك الجملة وأنا بدي كل كلمة تعطيني إنها مذكر ولا فعل ولا اسم ولا حرف إنها مذكر ولا مؤنث بسموه morphology اللي أنا بشتغل عليه ولكن أنا بعرف بالمناسبة أنا شوي زعلان من شمال أفريقيا معلش حاتم حداد من إيش؟ تعرفوا مين عميل اللهجة التونسية؟ حاتم حداد حدا إيطالي صبية من إيطاليا تتكلم اللهجة التونسية هذا الواقع يعني عمل التقيت فيها اسمها كريستينا سامثينج من إيطاليا من سيبنزيا يونيفرسيتي هي اللي عملت اللهجة التونسية طب ليه؟ طبعا المغربية والجزائرية بعدهم ما بيساوي شيء شكرا for this great work انت عايزنا احكي بالعربي طيب انت بتقول انه هذا الشغل بدأت فيه قبل سنوات 10 سنين ولا شيء صح؟ أنا بحكي عن المعاجم طباعة المعاجم اللي هي اللي أخذت اللي هي دخلتها ديجيتاليزيشن هاي المعاجم بس الأشياء الثانية أنا حكيت عن أكثر من شغلة المعاجم قعدت 10 سنين وإحنا نطبع ولا الأشياء الثانية لا أقل طيب هذا الريسيرش عشان توصل للمرحلة التوتال كم سنة ومين اللي كان سبورتينج إن تيرمز أوف شكرا لسؤالك مين بيدعم هذه الأبحاث باختصار لا أحد ونحن فخورون بذلك يعني لا أحد لا يوجد هذا ليس إنتاج ناتج ولا أي مشروع ولا لا عشان أكون صادق شوي صغيرة أخذت 25,000 دينار أردني قبل هذا بال 2013 من وزارة التعليم العالي عملوا one call never ever they released research calls except one time one shot and I was lucky to get هذا الكول 25,000 ما هذا كل هذا research غير مدعوم من أي حدا إحنا بنسويه في الجامعة عنا يعني أنا مع الطلاب بس بنعمله بشكل تراكمي فقط الزمن هذا النوع من الأبحاث أنا بلشت فيه 2010 فهو تراكم يعني في أشياء أخرى أنا ما عرضتها هو تراكم من الأبحاث ولكن حوسبة المعاجم العربية هذه كانت عمل مضني جدا 10 سنوات طباعة وتنظيف ومراجعة Thank you.
شكرا. شكرا جزيلا على المداخلة القيمة. وحبيت نسأل حاجة، أنا بسمة السوسي وأعنى بحقوق النساء والأشخاص من ذوي الإعاقة. سؤالي هو في علاقة بمشروع لمعجم للغة العربية، معناها بلغة الإشارات، معناها للعربية لغة الإشارات باللغة العربية، لأن ما فماش لغة إشارات موحدة. هل هناك إمكانية خاصة بعد العرض اللي قدموه روعة وهديل أنه يتطور هذا في إطار المعجم والمعاجم اللي تشتغلوا عليها؟ وشكرا. والله يعني شكرا جزيلا للإضاءة على هذا الموضوع. إحنا ما اشتغلناش بلغة الإشارة لأني أنا ما بعرفش فيها، ولكن أتمنى لو يعني حدا بيعرف فيها ونتعاون معاه إلا نعمل نطور شيء يخدم لغة الإشارة. باللغة العربية احنا ليس يعني مش جزء منه، بس بحب أضيف، هل إذا كان مثلا النساء مش لذوي الاحتياجات الخاصة؟ يعني حاليا يعني بدأنا بحث اللي هو بيحسب هل الجملة فيها مشكلة الجندر ولا ما فيها. يعني مثال مدرسة في الجامعة تعطي امتحان لأربعين طالب كلهم إناث، وفي الامتحان تقول اشرح فسر، طب لماذا؟ فهذا مثل هذا النوع يعني بدأنا الأبحاث فيه حاليا. خلينا نوقف. شكرا جزيلا للحضور، شكرا جزيلا لكافة المتدخلين خلال هذا المؤتمر. فما مأدبة الغداء تستنى يظلي في المحاضرين وفي الحاضرين، ونرجع بعد للختام.